وللمزيد من التفاصيل عن تطورات الحرب الصهيونية في غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. حياكم الله أستاذ معين. تحياتي ومساء الخير. مساء الأنوار، أهلا بك سيد معين. يعني مجددا كما تعلم تعود قوات الاحتلال لقصف مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة وفي أحياء شهدت معارك عنيفة في الشهور الأولى من هذا العدوان بعد إعلانات متكررة من قبل الاحتلال بالسيطرة على هذه المناطق. السؤال هنا، لماذا يعيد الاحتلال إنتاج المعارك والمجازر أيضا في مناطق شمال القطاع؟ يعني حقيقة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة تصاعدت خلال الأيام الأخيرة الماضية، وتحديدا في الشمال وفي منطقة رفح، وحيث ارتكبت قوات الاحتلال العشرات من المجازر التي راح ضحيتها مئات من المواطنين. نحن نتحدث ونقترب من حاجز 37,500 جريح، إضافة إلى نحو 80,000 جريح جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. فبالتالي نتنياهو كعادته يحاول الوصول إلى صورة مصر قد تحقق له إنجاز ما خلال هذه الحرب التي وهذا العدوان الذي يرتكبه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك أنه يهدف إلى تدمير ما يقول عنه أنه كتائب مسلحة تابعة لحركة حماس، وأيضا ضغط مستقبلية إن تجددت مفاوضات تحرير الرهائن والأسرى وصفقة التبادل. يحاول نتنياهو أن يصل إلى وضع ما يمكنه من تحسين صورته أمام المقاومة الفلسطينية في تحديد أعداد الذين سيفرج عنهم سواء من المعتقلين الفلسطينيين أو بخصوص أيضا الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك يعمل هو بكل قوته على استمرار هذه المجازر أيضا لاستمالة اليمين الإسرائيلي، خاصة بعد تحدث مجلس الحرب وانسحاب جانتس وإيزنغوف من هذا المجلس، والضغط على الإدارة الأمريكية أيضا من أجل زيادة مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني في سياق آخر، وزير المالية الصهيوني سموتريتش يقول إن الحديث عن خطته للسيطرة على الضفة الغربية هو حديث ليس جديد، وأنه أيضا أكد يعني سيواصل جهوده لإجهاض أي محاولة لقيام دولة فلسطينية. كيف يقرأ هذا التصريح في سياق الضغوط الدولية التي يتعرض لها كيان الاحتلال؟ يعني حتى اللحظة للأسف الضغوط الدولية لم تؤتي ثمارها على دولة الاحتلال الإسرائيلي. الكل يعني دولة الاحتلال حتى اللحظة للأسف تحظى بدعم من الكثير من دول العالم، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وكما كنا سابقا يعني الإدارة الأمريكية قد تختلف مع نتنياهو ولكن لا تختلف على دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات جاءت في هذا الوقت بالذات من قبل اليمين المتطرف سموتريتش للحيلولة من خلال خطته ومن خلال ما صرح به، الحيلولة دون قيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة في القطاع الغربي. يتحدث عن تشريع عشرات البوار الاستيطانية، عن مصادرة المزيد من الأراضي، عن منع البناء في مناطق المصنفة جيم، عن السماح للمستوطنين بالحركة، إزالة الحواجز وتمكين المستوطنين من التحرك بحرية على شوارع الضفة الغربية، بالإضافة إلى سحب صلاحيات من جيش الاحتلال وتحويلها إلى من خلال تعيين نائب رئيس جديد للإدارة المدنية المسؤولة والمكلفة على الأوضاع في الضفة الغربية. فبالتالي كل هذه القرارات وهذه ما أعلنه سموتريتش هو ليس بجديد حقيقة، هو تكريس لسياسة الاحتلال ولعنجهية الحركة الصهيونية في الاستيلاء على الأراضي وتفريغ السكان وتفريغ الأرض من سكانها. يضاف إلى ذلك أيضا تعزيز ما يسمى بالاستيطان الزراعي وأيضا الاستيطان الرعوي، الاستيطان الزراعي بمعنى إقامة مستوطنات
الأخيرة أيام، تحديدا في المناطق الخضراء في منطقة الأغوار المحادية للأردن والاستيطان الرعوي كما يجري في محافظة الخليل مثلا في جنوب الضفة الغربية، وحيث تسيطر قوات الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي المواطنين تحت السماح للمستوطنين برعي أغنامهم وتربية هذه الأغنام. سيد معين، هناك من يرى أن تصريح سموتريتش لربما يحرج الإدارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وتصاعد التوتر بين حكومة نتنياهو كما تعلم وإدارة بايدن يوما بعد يوم على خلفية استمرار الحرب في غزة. يعني هل فعلا مثل هذه التصريحات تحرج الإدارة الأمريكية وقد تدفعها لممارسة ضغوط أكبر لربما لوقف الحرب على قطاع غزة، يعني على الأقل حتى تمضي الانتخابات على خير في أمريكا؟ يعني حقيقة لا أعتقد ذلك. دولة الاحتلال ومن خلال مسؤوليها سواء السياسيين أو العسكريين وصلت إلى درجة الوقاحة السياسية في التعامل مع الإدارة الأمريكية. نتنياهو يتخذ بايدن بشكل مباشر، وأيضا حتى المؤسسة الأمنية الاحتلالية جالانت يطالب بالولايات المتحدة بالمزيد من المساعدات، وأن الكل يتذكر أن نتنياهو يحاول الضغط على الإدارة الأمريكية وحتى من خلال رفقائه في الحكومة المتطرفة يحاولون الضغط على الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم. فبالتالي يعني وصلوا إلى درجة الوقاحة في الضغط حتى هم يمارسون الضغط وليس العكس يمارسون، والكل أيضا حتى متخوف، يعني التخوف في الولايات المتحدة كما جاء في الأنباء من الخطاب الذي سيلقيه بنيامين نتنياهو الشهر القادم في الكونغرس الأمريكي، والكل يعلم أن الكونغرس الأمريكي مساهم رئيسي في صنع القرار في الولايات المتحدة وقريب من منظمة أيديك الصهيونية التي ترسم السياسات الصهيونية في دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي يحاولون الضغط على بايدن من أجل تخفيف الضغط المعلن على دولة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكب وتخرج الإدارة الأمريكية حقيقة المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، إضافة إلى الملف اللبناني الملف الشمال، هذا الملف الذي بدأ يسخن كثيرا، وهناك يعني احتمالات أن تتسع دائرة الحرب، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة في هذا الوقت بالذات مع اضطراب هذه الانتخابات وتخوفا من انفجار الأوضاع ليس في بين لبنان ودولة الاحتلال، وإنما قد يمتد إلى دول المنطقة وإلى منطقة الشرق الأوسط والخليج بشكل عام. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستحاول الضغط، ولكن جالانت كما أعلن اليوم أنه يتوجه بخطة عسكرية بالمرحلة الثالثة لغزة من الحرب والعدوان على غزة، بالبحث فيما بعد غزة، وأيضا الأساس بهذه الزيارة هو طلب من الإدارة الأمريكية العمل على مساعدة إسرائيل أكثر، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها خفضت مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة. يعني القيادة السياسية تبدو في جانب والقيادة العسكرية في هذا الكيان تبدو في جانب آخر والشارع الإسرائيلي يبدو في جانب ثالث. قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو كما تعلم دعوا لإضراب عام حتى حل الكنيسة وإسقاط الحكومة، هل يمكن لمثل هذه التحركات الضغط بشكل جدي وفعال ربما من أجل إيقاف الحرب والدخول بمفاوضات لصفقة تبادل برأيك؟ يعني نتنياهو ربما يعني يتعامل بعجهية، يتعامل كملك إسرائيل كما وصف نفسه وكما يصفه أنصاره. فبالتالي طول ما نتنياهو يعاني من شعبية متدنية في الشارع الإسرائيلي وطوال لم يحقق صورة أي انتصار أو أي من أهداف الحرب التي أعلنها على قطاع غزة، أعتقد أنه يعني سيضرب بعرض الحائط كل هذه التحركات. نتنياهو في لحظة التي يشعر بها أنه ومعسكر اليمين المتطرف إن درب الانتخابات قد يشكل حكومة قادمة يومها سيوافق على حل الكنيسة الإسرائيلي الحالي والتوجه لهذه الانتخابات، لأن نتنياهو يدرك تمام الإدراك بأنه إذا لم يحقق أي انتصار حتى في الانتخابات أداء
الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي مصيره هو انتهاء عهده السياسي وتوجه إلى المحاكم بتهم الفساد السابقة قبل 7 أكتوبر والتي كانت تنظر بها المحاكم الإسرائيلية والتي تشير كافة المؤشرات إلى أن أحكامها هي النظام في إدارة داخل سجون الاحتلال على ممارسات الفساد. فبالتالي المجتمع الإسرائيلي منقسم اللحظة أن هناك استطلاع للقناة 12 العبرية هذا اليوم على نتائج كان هناك تساوي ما بين جانس ونتنياهو وأيضا درجة إلى الفتح في هذا الاستطلاع تالي بنت رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق الذي خير ما بين الإسرائيليين أيضا يفضلون رئيس وزراء فكانت له الأفضلية في هذا الوقت الجمعة في مثل هذا اليوم. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لك.